خلينا اول شيء نشوف الطاقة لبرج الحمل كيف حتكون هذا الشهر ان شاء الله يكون احلى من الشهر الماضي لانه الحمل دائما تعبانين تعبانين <applause> وفعلا انا بعرف ناس كتير من برج الحمل تعبانين فخلينا نشوف طاقتكم واو آه، طاقتكم هاي هي هاي اللي هي راح تكون مثل انت محصن تماما وليكن حصانه خلينا نقول عنايه الهيه اكثر ما هي منك انت جهد منك انت راح تكون خطواتك مباركه خلينا نقول طاقتك هاي الشهر عم تتحلى بالقوه اللي نابعه من داخلك نابعه من من يعني من روحانياتك فالظاهر انه روحانياتك عالية هيدا هذا الشهر بالفترة اللي قلنا عنها فرح تستمد طاقتك من داخلك ما رح تستمدها من الخارج ولا من اشخاص ولا رح تستعين في احد ولكن قوتك رح تكون داخلية فحلو كتير انه رح تستغل يعني رح تستغل الطاقة الكامنة فيك لحتى تعرف تمشي امورك هذا الشهر خلينا نشوف بشكل عام اذا توقعات برج الحمل اخ ليش حزين يا برج الحمل كل مرة كل شهر بتمنى انه تطلع من هاي الطاقة بس شكلها علقانة فيك شكلها علقانة فيك هاي الطاقة لها فترة طبعا نحنا بنفتح بشكل عام العاطفة إذا بينت عنا بنحكي العمل الصحة السفر أي شيء ببين بنحكي عنه ما حكينا عنه فما بيكون آه ما بيكون موجود بالورق أو ما بيكون في فرصة كبيرة لإله يعني أحيانا بالقراءة ب يعني ما ببين عندي سفر فبسألوني بالتعليقات انه طيب ما حكيت عن يعني السفر ما حكيت عن السفر لانه ما في فرصه للسفر ما في يعني قدامي بين في فرصه للسفر لذلك انا ما ذكرته فعلشان هيك يعني بتمنى انه تتفهموا الموضوع او القصه كيف بتصير عم بشوفك يا برج الحمل ببدايه هاي الفتره خلينا نقول اول اسبوع آه، شايفه في احلى شيء انه في تمرحل في آه، مراحل في الموضوع عم بشوفك تقوى شوي شوي بهذا الشهر آه، في حدا خذلك خذلان يعني اللي هو كبير آه، اكتشفت موضوع معين آه، خلاك تاخذ فكره عن اشخاص او شخص آه، عزيز عليك كتير يعني مثل آه، كنت يا اما سول ميد يا اما يعني شخص على الصعيد العاطفي او على صعيد الاصدقاء كمان ممكن يكون ممكن يكون هذا الصديق كمان في العمل فعم بشوفك مثل خلص بعد هذا الشخص انزويت شوي او انطويت شوي على حالك او حتى حبست حالك اكثر اشي ما عم تطلع ما عم تفوت ما عم تحاول انك تغير طاقتك عم بشوف مثل تعبان خلاص في عندك صار عدم امان للاشخاص ما عم تعطي فرص للاشخاص في اشخاص جديدة عم بتمر بحياتك في هاي الفترة ولكن عم بشوفك واقف هيك جامد ما عم تعطي فرص للاخرين بسبب حب قديم بسبب خذلان من حبيب يمكن يكون قديم من صديق فعم بشوفك في بعد هاي الفترة أو بعد هذا الأسبوع عم بتكافح أو عم بتحاول تدافع عن نفسك بتحاول تكافح لحتى تمشي بهاي العلاقة أو تمشي بهذا الموضوع بس طاقتك هون قوية كتير طاقتك نارية عم بتكون طاقتك قويه وزي ما قلنا قبل شوي بطاقتك هذا الشهر بالاوراق الطاقه بين عندي انه في عنايه الهيه فحتى لو ما انت كافحت حتى لو كذا خطواتك هذا الشهر مباركه وعم بشوف عم ترجع الامور شوي شوي تهدى عم ترجع الامور تصفى بينك وبين شخص قديم شخص ممكن يكون حتى على صعيد العمل سبب لك مشاكل سبب لك كذا فعم بحاول هذا الشخص انه يتقرب منك عم بحاول انه يعني يغير الطاقه اللي بناتكم. ولكن انت انا شايفيتك ماخذ خلص اللي هو يعني ما عم تقدر تتقبل هذا الشخص بعد الخذلان او ما عم تقدر تسامح عم بشوفك عم بتسامح بعد فتره ولكن في هذا التوقيت اللي هو رح يجي فيه هذا الشخص عم بشوفك كثير لا يعني ماسك سلاحك ويعني مش متقبل ابدا اي موضوع شايفتك بشكل عام عم تقدم على خطوة ممكن تكون في العمل فرصة جديدة في العمل وعم بتكون كتير متحمس لإلها ممكن يكون عمل جديد على فكرة عمل جديد له علاقة في الإبداع له علاقة في ممكن يعني هو مثل عمل حر أو شركة ما بين ما بينك وما بين شخص ثاني ممكن يكون ولكن هاي الخطوة يعني جدا رح تكون متحمس لها ورح تكون تمر على خير يعني أنا شايفة هذا المشروع أو هاي الفكرة إذا تبلورت رح تكون في هذا التوقيت خاصة رح تكون جدا مباركة هاي الخطوة الشخص ممكن يكون هوائي أكثر إشي ممكن يكون سرطان ممكن يكون يعني من الأبراج لا من الأبراج الهوائية أو سرطان من الأبراج الهوائية اللي هي بنعرفها ميزان دلو جوزاء ممكن هدول الأشخاص تفتح معاهم مشروع بيكون ناجح مو شرط هدول بس الأشخاص ولكن إذا كانت عندك فكرة إنه تفتح مشروع أو تبلور فكرة أو فأنا شايفيتها ماشية على خير أو إنه عمل جديد هو رح يجيك فرصة. عم بشوف آخر فترة عم بشوف في هذا الشخص اللي قلنا عنه خذلك أو كذا عم برجع عم برجع بروح جديدة عم برجع بي والقراءة حبايبي ممكن تكون عكسية لأنها قراءة عامة أكيد. خاصة القراءات العاطفية. فهون مبين ان الوضع عن الوضع العاطفي هاي الاوراق مبين انه هذا الشخص فعلا في حب حقيقي بينك وبينه هذا الحب قد ما يعني قد ما عمل الطرف الثاني او قد ما عملت انت فبترجعوا لبعض كل مره بترجعوا لبعض فشايفه انه هذا الشهر او هاي الفتره كتير حلوه بالنسبه للعاطفه خاصه للاشخاص اما المطلقين او المنفصلين، شايفة انه الشمس عم تشرق اكثر على حياتهم، الشخص المقابل او الطرف الاخر رح يرجع بروح جديدة، رح ينعش هذا الحب، رح يتحركش فيك وغالبا إذا كنتوا منفصلين فأنا شايفة يعني رح يحاول انه يكافح مشانك هذا الشخص. شايفة ممكن احتمالية كبيرة انه يكون في بالمستقبل ارتباط او شيء رسمي بيناتكم حتى لو كنتوا على ارتباط يعني مرتبطين حاليا او منفصلين فشايفة فرصة كبيرة بالمستقبل الارتباط لاني شايفة في اشخاص كتير متمسكين داخليا في بعض صحيح في مناوشات في قصص عم بتصير في ولدنة من الطرف الاخر او منك ولكن بالنهاية عم تجتمعوا عم تجتمعوا على خير وعلى هدات بال وحتى لو كنتم متزاوجين فممكن هذا السيناريو ينطبق عليكم مبين أنه في عندك نهاية وبداية جديدة هاي النهاية مش النهاية اللي إحنا يعني بنعرفها أو الموت اللي إحنا بنعرفه لا هي عبارة عن نهاية لابد منها نهاية لشيء سيء في حياتك اما تكون ادمان ادكشن اما يكون طبعا الادكشن الادمان انتم بتعرفوا انه اكثر من نوع يعني مو شرط انه ادمان ادمان ممكن يكون ادمان جنسي ممكن يكون ادمان حب على شخص ممكن يعني في له كتير معاني الادمان فشايفيته عم ينتهي وعلى فكرة هذا الكرت ممكن يكون نهاية لعلاقة ثالثة لأنه أنا بشوف هنا في طرف ثالث عم بيوقف آه يعني تج تجاه هاي النهاية ما بده هذا الموت لعلاقتهم مع بعض ولكن آه النهاية لابد منها والبداية عم بشوف الطرف الثاني عم بيقدم لك آه يعني عرض عم بيقدم لك اعتذار عم بيقدم آه خلينا نقول صفاء آه نية فكتير معقول هذا الشهر يكون رجوع للمطلقين او للمنفصلين وشايفه في تطور حتى للمرتبطين ايضا انه تتطور العلاقه اكثر شايفه في حميميه اكثر بين المرتبطين اللي على علاقه اللي مش منفصلين شايفه زياده في انه تدخلوا في بعض اكثر آه، شايفة في أمان أكثر عم بتحس كل واحد عم بحس ناحية الثاني بأمان وعم يلجأ له بالمشاكل عم يلجأ له بكتير أمور آه، عم بتبين عندي الطاقات أكتريتها طبعا في عنا قوس في عنا أسد في عنا سرطان آه، وكطاقات الهوائية والنارية والمائية طاغية بشكل فظيع. بالنسبة للعمل بشوف انه طاقتك هاي الشهر كلها رح تكون رسم حدود. عم بترسم حدود او خلينا نقول يعني حد لكل شخص كان يتمادى في السابق كنت في السابق انت الحمل كنت تمشي كتير كنت خلص تهمش يعني اللي بيعمل لك شيء او كذا تهمشه لا هاي المرة عم بشوفك كتير عم بتوقف آه وقفة يعني أسد خلينا نقول وقفة آه خلص إنه هذا حقي وأنا بدي إياه وكذا وعم بشوف كمان رجوع آه حق إذا كان آه في العمل أو في العاطفة في حق رح يرجع لك آه في كارما رح تصير في الموضوع فشايفة تقدم كبير هذا الشهر على جميع الأسئلة إن شاء الله لبرج الحمل بس إنه ينتبه في شخص جديد ممكن يعرض عليه عمل هذا الشخص الجديد ممكن يعرض عليه عمل أو يعرض عليه علاقة عاطفية بس إنه يحترس من هذا الموضوع هذا الشخص ممكن تكون طاقته هوائية ممكن يكون طبعا أيا من الأبراج الهوائية وممكن غير هيك يعني مو شرط ولكن هذا الشخص في من وراه مش يعني شر، في من وراه يعني خوف وكذا. فكنت اذا كنت داخل في علاقه جديده كتير جديده بدك تكون حذر من هذا الشخص او اذا في شخص بدك تدخله في حياتك في هاي الفتره كون حذر منه. ما عم بقول لا تعطيه فرصه عادي جدا ولكن بدك تكون محترس وما تعطيه الامان او الاسرار بشكل كبير من اولها. لما تتأكد من هذا الشخص مية بالمية اعمل هاي الخطوة لانه عم بشوفك شوي طاقتك متسرع هاي الفترة عم تاخد قرارات عم تمشي بسرعة مليت من الجمود مليت من الكسل فعم تاخد خطوات عم تاخد خطوات بجرأة بنارية فلا هدي شوي وفكر بالامور قبل ما يعني قبل ما تعملها هذا اكتر اشي بين اذا كان في شايف البعض في عندهم خلينا نقول طفشان يعني من كل شيء حابين يسافروا في فرصة سفر فعلا حقيقية وحلوة خاصة خلينا نقول على الصعيد العملي اللي بده يسافر على عمل وشايفة في ناس عم بتسافر ك... كسياحة مع الحبيب يمكن مع فشايفة في سفر في الموضوع هذا اكتر اشي حبايبي آه خلينا نشوف آه من ورق تاني اذا في اي تفصيلات اخرى او مواضيع شايفيتك يا برج الحمل عم تزيد روحانياتك كتير عم تصلي كتير لموضوع وهذا الموضوع رح يصير بهاي الفترة هاي الامنية رح تتحقق في هاي الفترة في شخص كان متسلط في حياتك قريب كتير جدا منك هذا الشخص اما راح ينتهي تسلطه راح يتغير هذا الشخص، في هذا الشخص على فكره قريب كثير ممكن يكون على الصعيد العاطفي لانه هذا الورق انا فتحته للعاطفه، فهو شخص شوي كان متسلط في السابق ولكن عم بشوفه بتغير هاي الفتره عم بصير حنون اكثر عم بغير شوي من افكاره بتنازل آه، شايفيتك آه، بالبدايه رح تكون كت... يعني حامل حمولك وخلص آه، تعبت ورحت خاصه انه في آه، احتماليه كبيره انه يكون في طرف ثالث في الموضوع شايفه نهايه تقريبا ل آه، شفنا قبل شوي نهايه لطرف ثالث وفعلا في طرف ثالث يا جماعه طبعا ممكن يكون يعني مو شرط يكون خيانة ممكن يكون عمل ممكن يكون كذا فإذا كان عمل مثلا فهو رح يبلش يعمل توازن إنه يعطيك زي ما بيعطي العمل للمتزوجين مثلا لأي علاقة عاطفية كانت مرتبطين أو منفصلين بشوف في إنهاء ل يعني الطرف الثالث العائق في الموضوع رح يكون في نهاية لإله عم بشوف زي ما شفنا قبل شوي يعني كمان الورق عم بياكد على بعضه عم بشوف كل واحد بشعر بالامان ناحيه التاني شايفه في كيف بدي اوصلها لكم إيه شايفة حتى لو ما كان في علاقة رسمية أو زواج رسمي شايفيتكم إما مش إنه بتعيشوا بنفس البيت ولكن رح تتعاملوا مع بعض كزوج وزوجة رح تتعاملوا مع بعض وكأنه كتير قريبين من بعض إيه أو إنها بداية لمؤسسة مؤسسة زواج يعني بناتكم وشايفة إنه الطرف الثاني مخبي لك مفاجأة أو طبعا هاي القراءة عاطفية فممكن تكون عكسية شايفيته مخبي لك مفاجاه مخبي موضوع معين ولكن انت يعني عم تتعامل مع الموضوع بحذر او انه مش متفاجئ من هذا الموضوع مش كثير فرحان بالرجوع وكانك يعني مشكك بالطرف الاخر مشكك بالشريك يمكن من كثر ما عمل شغلات او هيك امور شايفه مراقبه كبيره من الطرف الاخر من الشريك يعني عم بيراقب بطريقه ولكن ما عم بيكون واضح في هذا الموضوع يعني عم بيراقب لكن مش حابب انك انت تعرف انه هو عم بيراقبك طيب خلينا نشوف عقلك الباطن الفترة هاي اكتر شيء لوين رايح في الفترة الجاي اهتمامك العقل الباطن تبعك اذا في بشاره اذا في شيء آه. حبيبي قلت لك في شخص جديد رح يدخل حياتك فرح يكون بعقلك الباطن مثل صراع داخلي انك تختار ما بين شغلتين اما اما تختار ما بين الحبيب القديم الموجود من الاول والشخص الجديد اللي راح يدخل حياتك اللي قلت لك كون حذر شوي معه او انه على الصعيد العملي راح تكون بين خيارين بين عمل جديد وعملك اللي انت فيه او انك تترك الشغل وتمشي فراح يكون في قدامك خيارين تختار منهم رح يكون كتير صعب الاختيار ولكن انا شايفتك رح تختار الشيء المناسب يعني على خير هذا هذا الموضوع ان شاء الله رح يتم على خير طيب في تحذيرات غير اللي قلناها خلينا نشوف ورق التحذيرات ايوة شوف حبيبي عم يكون عندك تقريبا هاي الفترة موضوع اللي هو عم بتح... بعقلك الباطن بتفكر بالامور بأوهام كتير في امور عم بتضخمها عم بتضخم كثير الامور تحسب حسابات كثيره تستنتج تحلل تحليلات كثيره عم بتعيش شوي بالوهم بالهواجس بالخوف عم بيأثر هذا الاشي على فكرة على صحتك فالتحذير انه لا تنتهي هاي تحاول تنهي هاي الطاقة من من تفكيرك لانه ما ما بتستفيد منها شيء يعني طاقه سلبيه هي اساسا وما في الها داعي يعني ورقك حلو فما في داعي للتخوفات والامور واساسا فكرت او ما فكرت النتيجه وحده فمنطقيا لشو عم بتفكر بهاي الامور اه خلينا نشوف هيك اه واو اذا في نصيحة من الفيري كارز اه حلو كتير هاي الفترة عم بيقول لك انه راح تعيش رومانسية بزيادة هذا الفترة الجاي فرح تعيش مع الحبيب او مع يعني راح تكون في رومانسيات كتير رح يكون في مشاعر جياشه خلينا نقول رح ترجع علاقتكم زي ما بلشت مبين انه رومانسيات كتير يعني ما توقعت يطلع لكم هذا الكرت بس شيء حلو بالنسبه للاشخاص اللي ما عندهم شريك مبين انه في زي فارس احلام او زي